مساء الخير. النهاردة كالعادة الحلقات بدأت تبقى محتاجين كتير اللوحة، فهنبتدي من هنا. امبارح احنا خلصنا جزء مهم جدا ودخلنا في عصر التابعين، وكنا رسمنا الخريطة، وبعدين اتكلمنا في آخر جزء عن فكرة اسم الصحيح والفرق بين الاسم والصفة. البخاري العالم الجليل يسمي كتابه الجامع المسند الصحيح، مسلم يسمي كتابه المسند الصحيح. ده يخص تسمية رجل أتم كتابه فبيقدمه للناس على أنه الصحيح، إنما ما يخصش صفة تلازم الكتاب بمعناه أنه 100% صحيح لبقية العمر. واحدة لما نخلص علم الحديث وصعوبته، اللي أنا شايل هم مش عارف يعني خايف تمله من كتر التعقيدات اللي انتوا هتشوفوها، لكن لما نخلصها نوصل لكتابي البخاري ومسلم، كيف تكونوا وفين الخلل البسيط اللي بنتكلم عليه لكنه عميق في أثره وفي نتائجه اللي احنا شايفينها. لأن زي ما بقول لكم علم الحديث هو أخطر شيء على الإطلاق، لأنه أنتج لك شيء ما تقدرش بعد صناعة بشرية تامة لكنه بينتج لك شيء في الآخر لو قال لك قال رسول الله مش تقدر ترفضه، ولما ما تقدرش ترفضه هيبقى اسمه دين. فالباطل أو الخطأ الصغير جدا في هذا العلم هيصبح دين. خطورة أن الباطل ولو قل يصبح دينا، فده موضوع مخيف جدا. وهو ده دي المناهج اللي في 17 حلقة لحد النهاردة، الإصلاح، حركة إصلاح ديني. وال 13 حلقة أو 14 حلقة الجايين هم أخطر ما يكون، بالذات حلقات علم الحديث لأنه هيطول شوية. الفقه والتفسير أقل قليلا، أقل كثيرا على فكرة. ليه؟ لأنك في النهاية حتى أنت تلاقيهم يقبلوا الكلام فيهم الطرف المتمسك بكتب التراث على أنها ملائكية، أنه بيقبل الكلام على الفقيه أو على المفسر لأنه بيقولك برضو رأي بشر. إنما في علم الحديث في كتب الحديث تلاقيهم يبتدي البشر ما يبقاش بشر. طب ما أنتوا قبلتوا الكلام على الفقهاء والمفسرين، إشمعنى علم الحديث؟ إشمعنى كتابي البخاري ومسلم كصناعة بشرية؟ الكتابين فيهم كتير أحاديث صحيحة، لكن إزاي دخلت فيهم الأحاديث اللي كل الخط التنويري من الإمام محمد عبده للنهاردة؟ بنقول طبعا كل واحد ومشروعه، أو كل واحد ودراسته لعلم الحديث، أو كل واحد شاف أحاديث غير التاني فيها ضعف وخلل. بس الأوائل كانوا أجرأ كتير. يعني عايز أقول لكم مثلا مثال بسيط، حديث السحر اللي انتوا عارفينه أن النبي سحر لمدة 6 شهور على كلام، ده موجود في البخاري. مثلا لو رجعنا بس 117 سنة هتلاقي الإمام محمد عبده الأستاذ الإمام ما عملش كل اللي أنا هعمله لكم ده، رغم أن لازم خلاص لازم تدخلوا في الصراع، لازم تعرفوا إيه الحكاية، تبقاش دايرة الموضوع من مش عارفين مين بيتكلم عن إيه. ولذلك هتشوف صعوبة مخيفة، هي دي اللي بعدت العلوم دي عنكم وأصبح الدين علم زي الفيزياء والكيمياء يختص بيه بعض الناس وانت تسمع الكلام. فده الوقت ان انتوا تدخلوا في الموضوع وما تسمعوش الكلام، تسمعوه بقى تبقوا مشاركين فيه يعني. فمحمد عبده لما واحد عرض عليه الحديث ده انه والله في البخاري موجود انه يعني ان النبي سحر وعقله وبدا يشوف حاجات ما حصلتش للاسف يعني بيقولوا كده هم يعني، فرد عليه رد معجز جدا يعني. قال انت ايه دليلك من القران؟ فالتلميذ الشاطر بقى اللي هو مؤمن قوي بين الناس دي ما بتغلطش، فقال له ان القران بيقول انما انا بشر مثلكم فيجوز عليه المرض، وهم اهل التراث اعتبروا السحر مرض. ده انا بديكم مثل بسيط بس عميق بالفرق بين جراءه الجيل ده واحنا للاسف اللي عمالين وندخل في علم الحديث ونعمل ونسوي عشان نثبت بس ضعف حديث واحد او انه في مشكله. فالامام محمد عبده قال له كلمه عظيمه جدا، قال له سبحان الله، أتستدلون بالقرآن على بشريته؟ إن هو الآية بتقول إنما أنا بشر مثلكم، ولا تستدلون بالقرآن على عصمته؟ إن الآية بتقول والله يعصمك من الناس. جبتوها منين دي؟ فحسم الموضوع ولا بقى دخل في علم حديث، يعني رد حديث وضعف حديث في البخاري بدون عناء، لأنه هو عارف إن البخاري بشر، وكان من حوله رغم الضيق برضو العقلي لكن يعرفون أن البخاري بشر. وأنا لما خلص بقى الحقيقة اللوحة دي هنستخدمها كتير يعني، لما خلص شرح كتير قوي في نهاية حلقات علم الحديث هقول لكم من نقد كتابي البخاري ومسلم من القدامة والمحدثين. محدثين يعني المعاصرين، حتى لو ماتوا اسمه معاصر يعني جديد كتير قوي. ومش معنى كده زي ما قلت لكم في حلقة من 3 أيام إن إنسان غلط في شيء يبقى منهجه كله باطل، مستحيل، وإلا يبقى إحنا عايزين ملائكة تعمل مناهج أو تعمل كتب. احنا لازم نقبل ان الانسان بيخطئ في بعض الشيء ويحسن في كثير، وهو امام فعلا. تعالوا بقى نبتدي كلام الكبير.
من 3 ايام انا رسمت لكم اللوحه التبسيطيه لفكره السند الاسناد اللي انتوا عارفينه، وعملت لكم مربعات كده بسيطه عشان تتفهم، يعني الصحابي سهم مربع قال اللي بعده قال اللي بعده، وعملتها لكم بالاعمار بس عشان تتفهم. بس هي ما كانتش بالسهوله والبساطه اليسيره دي، انه واحد مربع مربع، لا دول الاف البشر. هي دي مشكله نقل الحديث، انه الاف البشر. فهقول لكم لما شرحت في اول تاني حلقه من البرنامج للي متابع، انه مشكله علم الحديث والفقه ان اصولهم ظهرت بعد وجودهم. مفهوم؟ يعني المفترض في اي علم انك تحط اصوله او مصطلحاته وبعدين تنتج منه شيء، ده اي علم في الدنيا. العلم الصحيح على الاقل ما حدث، وده نتاج انه ما كانش فيه ساعتها حاجه اسمها منهج علمي، انه اتقالت الاحاديث خلاص ودخلت في الكتب وراحت من راوي لراوي لراوي، وبعدين في القرن الثالث في الجيل المعاصر للبخاري بداوا يتنبهوا، من الثالث للسادس بداوا يتنبهوا انه تعال نعمل لها سيستم، نظام، ونسمي اسماء للمصطلح اذا كان الحديث نفسه او للرجال وضعفهم وطريقه الكذب والتدليس، لانها مختلفه في حاجات كتير قوي. هتشوفوا امثله لا يشيب لها الولدان بعد ما اشرح لكم كلامهم. بالمناسبه العلم الوحيد اللي هيفيدنا في القصه دي كلها، او اللي هم كانوا اثبات فيه وحقيقه هيفيدنا، علم الرجال اللي هو الجرح والتعديل، لان دي شهاده ناس على ناس، عشان نشوف هل الضعفاء والمجروحين والكذابين، مجروح يعني حد جرح وقال عليه، مش جرحه طبعا فيزيائيا يعني، قال عليه عشان تفهموا الكلمه يعني، فيه شيء من الكذب، من وضاع، مدلس، ناسي، يخرف، اي شيء. التعديل جاي من كلمة عدل، أنه عدلوه، يعني ده شهد وده شهد وده شهد أن هذا الرجل ثبت عدل. في مرحلة بين الاثنين مش عايز أسبق الأحداث، اسمها مدلس. ساعات بيقول مدلس وثقة في نفس الوقت، ودي حاجة هنفهم دلوقتي إيه المناهج أو الأخطاء في ده. بعد ما أشرح علم الحديث كله، وقبل ما نتكلم عن البخاري ومسلم في حديهما إن هما أصح الكتب، وإيه الخلل البسيط اللي صاب حتى هذين الكتابين، هنعمل حاجة مهمة جدا. هقول لكم بقى زي ما بقول لكم، بنعرض الخلل وهقول لكم الإصلاح. الإصلاح كان في حاجات بسيطة جدا لو اتعملت، إنما ما اتعملتش. المهم الأول بس أوريكم شكل الشجرة بقى الحقيقية، مش بالطريقة البسيطة المبسطة. كنت عايز أوريكم من الرسول للكتابين الشهيرين إزاي يتنقل الإسناد. شرحنا الإسناد، وامبارح شرحنا بعمق فكرة تعاظم دوره اللي هزم للأسف في الآخر عقلنا وديننا، في مقابل انه لما ظهر كان عايز يستوثق من الروايه، فاصبح قيد على الروايه ان احنا مستحيل لو جه الاسناد من ده عن ده عن ده وهم قال عليهم صادقين ما نعرفش نرفضه. انما الخريطه بقى الاصليه معقده شويه، دي اللي هنطلع منها بعلم الحديث بقى، علم مصطلح الحديث. بص لو نفترض تاني ان طبعا صلى الله عليه وسلم ده الرسول، وده الصحابي المربع ده. هو مش بالبساطة دي قال لواحد من الجيل اللي بعده اللي اسمه التابعي، لا، هو عارفين زي شجرة كده اللي بيدرسوها دلوقتي في الكليات بتاعت التسويق والإدارة والتسويق الأشياء، اللي هي نظام الشجرة، واحد قال لخمسة، الخمسة واحد فيهم قال لخمسة، ده اللي حصل بالظبط. عشان كده الموضوع كان معقد جدا في ضبط المسألة دي، وش نعرف مين الكذاب ومين اللي مش كذاب. فالصحابي ده ما كانش له تابعي واحد، يعني واحد قلنا التابعي مش هعيد بقى اللي شاف الصحابي بس ما شافش الرسول، كان له بقى هنا مثلا عشر تلاميذ، والصحابي ده كان له عشر تلاميذ بيسمعوا منه. عدوا بقى لو في صحابة كتير وطلعوا من كل واحد عشرة، وهنا صحابي عشرة، وهنا عشرة، كل دول سمعوا من ده ومن ده ومن ده، لو ده صحابي ده صحابي وده صحابي وده صحابي، كلهم خدوا من الرسول. قلنا الصحابي ما بيكذبش على فكرة في كتب الحديث غير كده، بس دي مشكلته. أنا مش هقول كده يعني، هم بيقولوا نقد لبعض الصحابة بالمناسبة يعني في نقل الحديث، إنما دي مشكلته. أنا هقول إن جيل الصحابة كله أثبات وعدول، ما فيهوش نقد في نقله، ماشي؟ الصحابة أهم نقلوا كل واحد من دول عشرة، ده اسمه جيل إيه العشرات المتناثرة قدامكم دي، الزحمة دي
اسمه جيل التابعين. تمام؟ من اول التابعين احنا بشر، بنتكلم عن بشر بقى، مفيش قداسه. حتى الصحابه ما لهمش قداسه، لكن ليهم على الاقل منزله انه في الضبط كبيره جدا، انه مستحيل يكذب. المشكله بقى في ايه؟ احنا لسه هنا بعيد خالص، البخاري هنا بعد ايه 220 هجري ده نفترض، وده مسلم مثلا 230 لانه اصغر منه ب10 سنين. مع ان الكتاب ما اتعملش في الوقت ده وهو عنده 20 سنه، لكن هنقول انها 220 هجري، كان هو عنده بالظبط 26 سنه لانه مولود 194. بصوا احنا في جيل تاني خالص، هنا التابعين دول مثلا سنه 40 هجري، احنا بدري خالص. الزحمه دي كلها بقى جيل واحد، لسه بدري. البخاري 220 هجري 194 اتولد. ازاي بقى علم الحديث ظهر؟ لما نعرف الزحمة دي، الجيل اللي بعدها بقى اللي بيسموهم تابعي التابعين عملوا ايه؟ ركزوا في ده، ولو كان في الحلقات الجاية والنهاردة طبعا يعني ضفيرة معقودة بشكل مبالغ فيه. ركزوا، لان دي الحل الوحيد انك تعرفوا ايه اللي بيحصل وايه اللي انتوا بتعانوه النهاردة. لازم نركز حتى لو الكلام كان صعب ومعقد وممل، فلازم نركز. هطلع ده فاصل وارجع لكم. اهلا بكم، نكمل التفريعة الشجرية اللي هتبين لنا كل بقى علم الحديث هيتبني عليها، لان هي انا شرحتها لكم اول امبارح بالبساطه. البساطه المربع كلم مربع كلم مربع عشان اوريكم بس فكره الاسناد، لكن الحقيقه كانت كده واكتر. طيب وصلنا بقى للتابعين دول الكتير، كل واحد في دول مربع لوحده كده تابعي، مئات. ها مئات سمعوا من مئات الصحابه. التابعي ده بقى مش قال واحد، كل واحد في دول عشان بس ايه تطول شويه كده، قال مئات. اه والله كويس، قال مئات بقى، كل واحد في دول مئات، كل دول كلموا مئات حواليهم. معلش هي الرسمه بقت سورياليه جدا، بس هي دي الحقيقه. انا بكلمكم عن 1000، عن 300 سنه على الاقل. ماشي، المئات دول سمعوا من التابعين دول، بقى اسمهم تابعي التابعين. وكالعادي كالعاده الشجره بتزيد، كل واحد من تابعي التابعين بقى في يوم شيخ. ما هو ده تلميذ عند التابعي، لما التابعي بيموت بيقلب هو شيخ، يعمل استاذ بقى على اللي بعده اللي جاي جديد. فبيقول له الله، ده انت مثلا انت تابعي التابعين، شفت التابعي كذا؟ فيقول له اه وسمعت منه. وهو كان تلميذ عند التابعي ده شاف الصحابه بحالهم، فيقول له انت شفت الصحابي كذا؟ يقول له اه ده كان صديقي كنت بقعد معاه. وطبعا الصحابي دي المكانه الوحيده المعتبره اللي بعرفها انه شاف الرسول. الجماعه بقى المئات الالاف دول كل واحد خد له بتاع برضه 20 30 40 تلميذ، فراحت عامله جيل هنا. مش عارف بقى الرسمه هتودينا فين، بس هتبقى في الاخر حاجه غريبه شويه، بس هو ده اللي حصل والله. كويس، المئات دول راحوا عاملين تلامذه، الشجره بتفرع، ده يقعد معاه 20 واحد وده 20 واحد وده 20 واحد وده 50 واحد وده 50 واحد. كل ده راح طالع منهم تلميذ كده ولا اتنين من كل واحد دول، راح بقى هو كان تلميذ هنا عند الجيل ده اللي ملوش اسم بقى خلاص، بعد تابعي التابعين مفيش اسماء زي ما قلنا. قام الجيل ده بقى على احسن تقدير، ويمكن جيل كمان بعده قال برضو قعد مع تلامذه، بقى هو لما كان تلميذ واللي قبليه توفى بقى هو شيخ. شيخ مين بقى؟ البخاري ومسلم، لان البخاري بيتملى منه، هو اللي جاي اكبر منه في السن وجايب من الايه من اللي ماتوا. مثلا زي الحميدي ده اشهر شيخ للبخاري. فالبخاري هنا هو بيكتب بقى، بيروح بقى للحميدي يعتبره صادق، بيروح لواحد هنا من الشجره دي اللي جايه منين، لان ده سمع من ده وده تلميذ ده وده تلميذ ده، فيروح رايح له بقى مسافر له السفرات اللي انتوا بتسمعوا عنها دي، وبعدين يقول له انت صادق؟ اه، يقول له انا صادق، فياخد منه الكلام، فيقول له مين قال لك؟ فيقول له قال لي ده وده قال له ده. هي عامله كده بقى. وصلنا للتابعي، وصلنا للصحابي للرسول. تمام، ركزوا، لان لسه العقد، انتوا فاكرين كده العقد؟ مش ده الموضوع خالص، يا ريتها كده رغم ان الرسمه ما بقاش ليها معنى، بس هي اصعب من كده. كويس، فالبخاري يكتب وينقي وينقح وهو عارف الاسانيد وبتاع. المسلم يروح للناس هنا، منهم رواه مشتركين مع البخاري ومنهم لا،
فيروح لناس تانية، أنا أقولهم لكم بالاسم في الحلقات الجاية، فيروح لناس تانية يقول له أنت معاك حديث، يقول له آه طب ها، يقول له تمشي الشبكة كده، ده قال لده قال لده قال لده قاله للرسول أو الرسول اللي قال. لو كانت القواعد ظهرت قبل ده، يعني هنا في الجيل ده مثلا كده بعد الصحابة، سيبكم الكتابة اللي أغفلوها وخدوا بالحفظ، سيبكم من إكثار الرواية والدخول في التفاصيل والحاجات اللي أقولها في نهاية علم الحديث، الحاجات الإصلاح بالمناسبة. لا، القواعد ظهرت هنا في الجيل ده. احنا قلنا ان الجيل يعني طبقة، لما تلاقوا كلمة طبقة افتكروا انا يعني معناها جيل. فالطبقة دي اللي في القرن، احنا قلنا 200 وحاجة تبقى القرن الثالث، في القرن الثالث الى الخامس والسادس تبلورت كتب علم الحديث ومصطلح الحديث، اللي احنا في الفصل الجاي هعمل لكم بقى لوحة سوريالية تانية عن الدراية والرواية اللي هو بقى علم المصطلح. ده الكلام الكبير، بس ركزوا بقى في حاجة، لان احتمال نرجع للوحة اللي هي مش مفهومة دي. ليه بقى علم الحديث ده كله اللي هو مصطلح الحديث ده ايه بقى؟ يعني عشان بس تتخيلوه، هنا هو قرر ان كل الرجالة دي لازم تحصى، وده كويس والله حقيقي، اللي هو علم الجرح والتعديل او علم الرجال، اللي هو ايه، يسألوا بعض هو ده كان كويس، تخيلوا في الزحمة دي بقى، فتقول له اه ده قالوا عليه كويس، وده قالوا عليه كذاب، وده وضاع، وده صادق قوي، وده ثقة، وده حافظ، وده ثبت، وده عدل، وده إمام، وده حجة، وده صحابي. حلو، يفضلوا بقى البخاري عمل ايه؟ عشان كده البخاري ومسلم افضل من غيرهم. فضل بقى يدور ان ياخد من واحد، خد من ثقة، خد من ثقة، خد من ثقة، خد من ثقة، خد من الصحابي، ما فيهمش ولا واحد في النص في السلك ده في الخط ده وحش. فيقول لك انه احسن حاجة عملها البخاري ومسلم، وعلى فكرة ده صح، بس ملائكية 100% هنشوف هل هي صفية 100% اللي اتقال تنفذ. هنشوف حاجات كده تشيب لها الولدان جاية عشان نعرف احنا ليه بنعاني النهاردة، ده الحل الوحيد. يا ريتها بقى الموضوع كان على الزحمة دي، وعلم بقى اللي قلت لكم هنا علم مصطلح حديث ظهر في القرن الثالث، فنقوا الناس دي كده تنقية بيسموها سلاسل الذهب، يعني ان صحي يعني كويس عن كويس عن كويس عن رائع عن ممتاز عن الصحابي عن الرسول. يا ريتها مشيت كده، في اسانيد كتيره كده طبعا، عشان كده في احاديث صحيحه باتفاق البخاري وباتفاقي وباتفاق العقل وباتفاق محمد عبده وباتفاق اللي انتوا عايزين، لان احنا لينا ان احنا زيهم نرفض ونقبل، احنا مش عبيد، ولو احنا عبيد عبيد عند ربنا بس، تمام. انما هي ما مشيتش بالسهوله دي رغم الزحمه دي. علم المصطلح ده عشان جه متأخر فعمل حاجة عكسية. ايه هي؟ هو كشف لنا، حط سبوت الخطأ فين ومين الكذابين ومين الرواة، بس هل قدر يمنعهم يتكلموا وتوصل الأحاديث حتى في كتابي البخاري ومسلم؟ لا، ما حصلش. لو كان العلم ده جه هنا هو في القرن مثلا الأول 30 هجري مثلا مع نهاية عهد علي بن أبي طالب أو ابنه الحسن، كان بقى عمل القواعد الأول، فبدأ إن محدش في دول يقدر يتكلم إلا لو الناس شهدت له إنه يتكلم، كانت تبقى سهلة ساعتها. يعني الشهادة بتاعت الرجال اللي هنا دي كانت تبتدي من هنا، يا رب أكون بشرح كويس، فيبتدي يقول له آه لا محدش يتكلم يا جماعة عن الصحابي إلا لو كان مش كل تابعي، لأن التابعي ده مجرد إنه اتولد في ساعتها، ده مش شرف لحاجة يعني. فيقولوا لا، ده اللي بقى عنده 1 2 3 4 شبه كده ما يسميه دلوقتي بتوع أهل الدراسة الدينية الإجازة. إجازة يعني أجازه، تفضل احكي. لكن اللي حصل مش كده، اللي حصل أن العلم ده جه متأخر هنا هو، وده خطأ تاريخي بالمناسبة يعني. فدول بقى إيه الحكى حكى، بدليل أن هم قالوا فيهم وضاع وكذاب ومدلس، لو كلهم صادقين كان العلم ده جه في القرن الثالث. قال إيه ده؟ ده حوالي 20-30 ألف 40 ألف ملاك، ما حصلش، لقى 30-40 ألف 50 كذاب، وهم اللي قالوا أنهم كذابين. فإذا العلم لما جه متأخر خلى بس إنه يعمل سبوت ضوء كاشف على اللي حصل كله، وده عظيم. عشان كده بقول لكم علم الرجال هو أكتر علم يفيدنا النهارده في التنقيح، في التصفية، في المراجعة، في الإصلاح، لكنه ما عملش الدور الكامل بتاعه، لأنه لو جه متأخر، لو جه بدري كان منع أغلب دول يتكلموا، لأنه أول ما يقولوا ده مش عدل أو ده مش ثقة أو ده كذاب أو ده وضاع، خلاص ما حدش هيسمع، يمنع من الحديث. لكن هو حكى خلاص وراح وجي، بان على سمعته انه سيء، لكن عمال يحكي. وحتى الثقات الاثبات لما اشرح لكم بقى تفاصيل علم الحديث هتذهلوا ان هم كمان فيهم بعض ما يسمى في مصطلح الحديث، مش كلامي، تدليس،
التدليس ده له كمان درجات هحكيها لكم. كل ده بقى هنسميه في الآخر حاجة اسمها دراية وحاجة اسمها رواية، اللي هي أول مصطلح هنتعرف عليه بقى في علم مصطلح الحديث أو علم الحديث كله، لأن الدراية لوحده بيسموه مصطلح والباقي الرواية بيكمل علم الحديث كله اللي هو الرواية نفسها. وهقول لكم شيء يعني مفارقة في المصطلح ده هيفيدنا كتير بعد كده في علم الحديث كله، لأنه مبني على المفارقة اللي هقولها دي. تمام؟ الزحمة دي بقى كلها هي اللي أنتجت لكم الكلام اللي أنتم معتقدين بشكل ما أنا معتقد بصحته زيكم، بس 100% يعني كل ده وبشر وناس وتحيزات وهم بشهادتهم فيهم الكذابين والوضعين. فهيقولك إيه؟ البخاري والمسلم نقوا نقاوة تنقية يعني شديدة الصرامة في أنه ياخد من الصادقين، حصل بنسبة 90% بس مش بنسبة 100%. العشرة دي بقى هي سبب كل البلاءات اللي احنا فيها، ان مفيش حاجة في الدنيا كاملة، وإياكم تصدقوا ان في فعل بشري كامل، ده خطأ أصلا علمي. هطلع دهاية وارجع لكم. أهلا بكم. نرجع بقى للدخلة رقم 2. احنا شلنا اللوحة السوريالية دلوقتي وهندخل بقى على موضوع كبير. بصوا بقى، أول مصطلح هتعرفوه في علم الحديث ده، أنا هبسط لكم علوم بتدرس في 20 سنة في جامعات التعليم الديني، مش عارف ازاي بس هعملها، لازم تعرفوا الحقيقة أو على الأقل تعرفوا وخلاص، سموها بقى أي حاجة. أول حاجة اسمها الدراية وحاجة اسمها الرواية، اللي هو كله على بعضه علم الحديث. الدراية ده حاجة بيسموها بعد كده علم مصطلح الحديث، وده الحديث نفسه الرواية يعني اللي هو عن رسول الله. الطريف الظريف اللي هتشوفوه بقى، افهموا المفارقة دي عشان دي هتشوفوها معنا في علم الحديث كله في الخمس ست حلقات الجاية، لأن هو أهم واحد هتم بيه أكتر من الفقه وأكتر من التفسير، لأن الفقه والتفسير يكاد يكون الحلقات بتاعتهم أمرها محسوم، هقول لكم الخطأ فين وسهل جدا إصلاحه، لكن ده اللي صعب جدا إصلاحه. بص، الدراية في نظرهم بتقول في كل كتب علم المصطلح إن هي تخص معرفتهم بأحوال، بيكتبوا كده بالظبط، السند والمتن. طيب متن، عشان بس نفضل بقى نقولها طول العمر بين قوسين كده، النص اللي هو قال رسول الله اسمه المتن، سهلة. والسند اللي أنا شرحته بقى، مين عن مين عن مين عن مين. الحديث اللي هو الرواية ده علم في نظرهم بيهتم بالرواية نفسها وضبط ألفاظها ومعانيها والمستخرجات منها وكده، يعني اللي هو المعنى ايه، عايز ايه وليه، وجواز ايه ومعدم جواز ايه، الكلام شبه فقه يعني، فهم يعني، الفقه يعني فهم. طيب تمام، افهموا بقى المفارقة دي عشان دي بقولك هتستمر معانا في كل علم الحديث، الشيء وعكسه. ايه بقى الشيء وعكسه؟ ده التعريف بتاع العلمين. طيب عايز اقول لكم ان التعريف في الكتب، في ناس تانية بتقول لا العكس، لا العكس اللي هو ازاي، اللي هو ان علم الدراية ده ملوش علاقة بالسند والمتن خالص، ده له علاقة بالرواية، انك درايتك بالرواية مش بالناس ولا بالنص، والرواية هو العلم اللي بيختص بالسند والمتن. والله العظيم يعني المصطلح الاساسي لمعرفة علوم الحديث هو الشيء وعكسه. ناس بتقول الدراية هي معرفتي بالسند والرجال والعلل والشذوذ اللي في المتن، وناس بتقول الرواية على انها الالفاظ اللي في الرواية ومفاهيمها والفقه فيها، وناس بتقول العكس من بتوع علم الحديث بيقولوا لا 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 فاهمين غلط، الرواية هي اللي تختص بالسند والمتن اللي بيبقى معاه علم الرواية، وعلم الدراية ده دراية بالرواية مش بالناس. طب انا هتغاضى عن ده لانه في النهاية هيأدي معنى واحد بس، انك تبتدي علم هم بيقولوا علم والشيء وعكسه موجودين في مصطلح واحد وما انتش عارف مين فيهم مين، دي كبيرة شوية. لكن في النهاية يا سيدي هو علم بيختص بمعرفة السند والرجال وأحوالهم والكذابين والوضعين، يوصلك للنص، نقول النص ده فيه ايه، ألفاظه، فقهه، وأهم حاجة وهقول لكم الوقت تعريف الحديث، ما يكونش فيه حاجة اسمها علة أو شذوذ. شذوذ يعني حاجة غريبة غامضة،
ركزوا بقى معايا. انا بس حبيت اديكم المفارقه دي لان ده الاساس، ان التعريف متناقض ومش مفهوم ومحدش عارف له ضبط. انما هنمشي على التعريف الاشهر، ان الدرايه بتاعت السند والروايه بتاعت المتن. انا عارف ان الكلام قلب، بس لازم تعرفوه، لو ما عرفتوهوش هتفضلوا زي ما انتوا كده بيتقال لكم حاجات وبتستغربوها والناس بتتقتل والناس مش حدش فاهم حاجه. ليه يا جماعه؟ عشان قال رسول الله. طب انتوا متاكدين ان هو قال؟ تعالوا بقى نتاكد. تعريف بقى الحديث اصلا، عشان ندخل بقى في السند والمتن والروايه والحاجات دي كلها، ايه هو تعريف الحديث في هذه الدنيا في نظرهم اللي ظهر في القرن الثالث بالمناسبه؟ بصوا بقى، ده اهم تعريف في القصه كلها، عشان عليه وعلى الشجره اللي فاتت دي، اللوحه السورياليزم دي، هنعيش بقى. تعريف الحديث النبوي، خلاص، او الشريف طبعا، يعني هو الحديث الذي أضيف للنبي. يعني ايه أضيف؟ يعني نهاية الكلام النبي بيقول، أضيف للنبي يعني أحالوه كده للنبي، النبي قال خلاص. بنقل، خلي بالكم من الكلام الجاي ده، العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه. عارف كلام كبير وبتاع، هنشرحه دلوقتي. إلى منتهاه، خلاص، ولا يكون فيه شذوذ ذن ولا علة. معلش طبعا خطي كالعادة. بصوا بقى، التعريف ده هو أهم تعريف في الحكاية كلها. ده بقى تعريف الشجرة، شفتوا الشجرة من شوية دي؟ عشان قلت لكم قعدوا بقى يمشوا ورا الناس، ومين قال إيه، ومين كذاب، ومين كويس، ومين عشان يعملوا السبعات التمانيات دي توصلنا للصحابي للرسول. بقت مفهومة؟ طب تعالى نفهم بقى الكلام القديم الكبير ده. الحديث الشريف هو إيه؟ هو الحديث الذي أضيف للنبي، يعني في النهاية السلسال السند، النبي فعل أو قال أو ترك أو قرر أو ماشي؟ بنقل، بصوا بقى الكلام، بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط. الكتير اللي انتوا شفتوهم دول، ده عن ده عن ده، والشجره دي، وده سمع من ده، وده سمع لحد الصحابي لحد الرسول، لازم يبقى اسمه عدل وضابط. طبعا ضابط يعني منضبط في حفظه، وعدل يعني راجل كويس بكل الاحوال. خلي بالكوا مش بس الحفظ، دينه، عقيدته، اخلاقه، ايمانه، والا انا باخد ديني من مين؟ صح؟ هركزوا في الكلام ده عشان هنعرف بعد كده الحقائق المريرة. العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، يعني من هنا لهنا 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 للصحابي للرسول. تمام؟ طبعا هو العدل الضابط ده طالع منها الصحابي براها، يعني هو هنا مش بيساوي الرواة بالصحابي، أكيد الصحابي براها، هو أكيد الصحابي عدل وضابط. الكلام ما بعد الصحابي اللي هو البشر بقى، اللي انت هنا في علم المصطلح ده بتقول عليه ساعات مدلس وكذاب، عشان تعرفوا ان البشريه طبيعيه، مفيش اي ملائكه. انما الصحابي طبعا وما بعده طبعا الرسول، ده ما فيش اي كلام عليه، خلاص؟ لان احنا بندور على حديثه اصلا، نتحرى فين الصدق فيه، فين اللي اتقال، الحديث ده ينسب اليه ولا لا، اللي هي اسمها ايه بقى؟ الاضافه. والا يكون فيه شذوذا ولا عله، يعني ايه بقى؟ في النص بقى. دول العدل الضابط على العدل الضابط على العدل الضابط، لحد ما رحنا سمعنا الرسول قال ايه. طب لو قال ايه؟ خلي بالكوا الكلام ده كان ينجينا لو اتعمل، خلي بالكوا كلمه لو اتعمل كان ينجينا نجاه عظيمه جدا، بس الحقيقه انه ما اتعملش. لما ما يكونش الحديث فيه شذوذ ولا عله، شذوذ يعني النص نفسه اللي انتج في الاخر في حاجه غريبه. انا رايي ان هي اسمها يعني اول حاجه كده ضد القران، مخالف للقران، ده اكبر شذوذ في الدنيا. المشكله بقى ان الحديث دي منها تحط مئات، تشوف الحاجه بعينك ويقول لك لا انت مش فاهم. هوديكوا امثله طبعا لما نخلص اعمل الحديث ده، مش شذوذ، ده انت اللي مش فاهم. وبعدين ولا عله، معلول يعني في خطا خفي، اما في المتن او في الاسناد ده. خطا خفي بقى بيعرفها بقى، هم بيسموها بلغتهم حذاق اهل العلم، حاذق يعني بيفهم قوي وتقيل، وعارف بقى العله اللي محدش عارفها خالص. وغالبا يا اما بتبقى في حاجه في السند، يا اما بتبقى في شيء خفي في النص. اللي عملناه ده انجاز والله العظيم، يعني ها اللوحه افتكروها السورياليزم، دول التعريف الدرايه والروايه
التعريف ده بقى احفظوه، المفروض ان الموضوع يبقى سلس وجميل، عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط عن الصحابي عن الرسول، والا يكون فيه شذوذا ولا عله، عشان تعرفوا بقى ايه سوء ان العلم ظهر بعد ما حدث. طب هو لو احنا مشينا المصطلح ده حرفيا، كان ظهر حديث واحد ضعيف؟ كان ظهر حديث واحد معلول؟ كان ظهر الكتب التسعة كلهم اللي انت بتصحح فيهم البخاري ومسلم بس؟ كان ظهر كل ده؟ ده لحد بكرة بس. اكبر دليل ان هذا المصطلح اهدر تماما، او انه زي ما بقول لكم اتحط لاحقا مش سابقا، فاللي دخل في الكتب ابعد ما يكون الا البخاري ومسلم، وهقول لكم الخلل فيهم فين، وهي دي مشكلة. كتب التانية غيرهم كل ما عكس ده دخل، وإلا لو كان التعريف ده حصل كان كل الكتب تساوت وكلهم بقوا صحاح. سهلة صح؟ العقد دي بقى حاولوا تذكروها لحد بكرة، عشان بكرة الموضوع هيتصعب أكتر. كمل بكرة وأشوفكم بكرة.